نعمل. الخطوة التانية هي السيستم أناليسيس. في السيستم أناليسيس إحنا لازم بعد ما جمعنا كل المعلومات الكافية نرسم نموذج بيسموه الانتيتي موديل. الانتيتي موديل ده هو عبارة عن عدة مربعات أو أشكال مختلفة، بيحتوي كل انتيتي أو كل كينونة، انتيتي يعني كينونة، بتحتوي كل انتيتي أو كل كينونة على معلومة مفصلة تمثل الفيلد أو تمثل الحقل اللي هيبقى مربوط بحقول أخرى أو انتيتيز تانية، بحيث في الآخر تكمل الدورة المعلوماتية للنظام. يعني رسم الشبكة والعلاقات ما بين الحقول المختلفة أو الأيتمز الفيزيكالي أو الأيتمز اللي على الواقع بتستخدم، زي مثلا الإدارات، الكورسات، الدرجات، التلاميذ، الجامعات، المنح الدراسية، ونرسم العلاقات ما بينهم زي ما احنا شايفين كده. ادي الفاكولتي، ادي الديبارتمنت، الفاكولتي هتعمل ريبورتس للديبارتمنت، والديبارتمنت هتدي اوفرز للكورسز، والكورسز هتكاونت توورد ديجري، هتقدر تحدد الدرجه اللي هيحصل عليها. بعد كده الستودنت هيريسيف الديجري نتيجه انه عمل انرولمنت او اتسجل في الكورس الفلاني. بعد كده هيحصل على سكولرشيب او المنحه الدراسيه نتيجه ان هو حصل على درجات عاليه اثناء الكورس ده. في النهايه وفي البدايه الفاكولتي بتبتدي منها، هي اللي بتبلغ الديبارتمنتس او الادارات هي عايزه كورسات ايه او هتدي كورسات ايه، وفي النهايه بيرجع لها ان الفاكولتي برضو هي اللي هتطلع المدرسين والدكاتره اللي هتقوم بتدريس الكورس ده. فبالتالي انا عندي هنا كذا ريليشن شيب مربوطة بكذا حقل وكذا ايتم. ده مهم جدا ان انا ارسم الكلام ده واجهزه قدامي بعد الجازرنج انفورميشن او جمع المعلومات، عشان هو ده اللي على اساسه انا هقدر اعمل الداتابيز بشكل مظبوط. الحاجة التانية ان انا امبروف البرفورمانس، احسن الاداء by changing every many to many to one to many. كل ريليشن هشوفها قدامي موجودة على ارض الواقع معاه عبارة عن علاقات many to many، يعني اكتر من طالب بيتعامل مع اكتر من مدرس، مربوطش على حقل كذا طالب بكذا مدرس، لا انا اعمل طالب هتلقى معلومات من كذا مدرس، مدرس هيدرس في اكتر من جامعة. لكن ما ينفعش اعمل علاقة اقول 10 طلبة بيدرسوا من 10 مدرسين او 10 مدرسين بيدرسوا في 10 جامعات، لا لازم اعمل فيلد واحد يمثل طالب واحد، وده هو علاقة الوان تو ميني اللي هم عدة مدرسين. لو انا سبت التصميم بتاعي علاقات ميني تو ميني يبقى الداتا بيز هيحصل لها مشاكل كبيرة جدا جدا، وهيبقى صعب ان انا اربط الحقول ببعضيها او الفيلدز ببعضيها. ولذلك لازم افصل وافصل كل علاقة ميني تو ميني احولها لوان تو ميني، وده هنشوفه بعد كده عمليا بقى لما نيجي ان شاء الله في الاناليسيس بتاع السيستم اللي احنا هننشئه وهنعمله باذن الله. تاني حاجه improve performance by removing redundancy، يعني احسن الاداء باني اشيل التكراريه. لو لقيت ان انا مكرر نتيجه جمع المعلومات من العميل، لقيت ان انا مكرر عده حقول وعده ايتمز بتستخدم في اكتر من مكان، لا انا اعمل ريفرنس للحقل ده او للايتم ده او للفيلد ده، اعمل له ريفرنس حاجه واحده هتبقى عندي في تيبل معين، وبعد كده اربطها بعد كده باكتر من تيبل ويسمع فيها، لكن ما احطش في كل تيبل نفس الحقل. ده بيسموه ريدندنسي او تكراريه. ده بيخلي في النهايه الداتا هتبقى عباره عن رابش او تبقى جاربج، هتبقى يعني داتا مبعثره وغير مرتبه، ويؤدي في النهايه للاندكسنج، ان عمليه الفهرسه الاندكس عشان تحصل على المعلومات تبقى غير سليمه وتاخد وقت طويل جدا، والسيستم يبقى مش مظبوط، يبقى السيستم مش متكامل ومش متربط كويس. الحاجه الرابعه لازم نعمل سودو كود اوف ذا انفورميشن لايف سايكل. سودو كود ده هو عباره عن كود بيتكتب باللغه الانجليزيه كانك بتكتب بالظبط كده مقاله، بس هتشرح فيها بدل ما تكتب بالسنتكس او بالقواعد بتاعت لغه برمجيات ما، هتكتبها باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه زي ما تحب. زي مثلا هتقول
ان مثلا الجامعه هتدي التقرير بتاعتها وتبلغ الادارات بانها هتدي الكورسات الفلانيه، يبقى هتكتبها بالانجليزي function الفاكولتي هت report للديبارتمنت. بعد كده if الديبارتمنت قبلت من الفاكولتي الريبورتس بتاعتها، يبقى الفاكولتي هتقوم بالتدريس الكورسات، يبقى الكورسات هتبقى taught by الفاكولتي. يبقى if الريبورتس قبلت من الفاكولتي يبقى الكورسات زين الكورسات هتبقى taught by الفاكولتي، وهكذا. وهنشوف برضو الكلام ده بالتفصيل ازاي هنطبقه، بس انا بديك فكره عن ايه هي السودو كود لدورة المعلومات Information Life Cycle. الخطوة الثالثة بعد ما خلصنا Gathering Information وهي تجميع المعلومات و System Analysis اللي هو تحليل النظام، الخطوة الثالثة هي System Design وهي تصميم النظام. لما نتكلم في الحتة الجزئية دي هنتكلم على ثلاث عناصر أساسية. عنصر الأول بنتكلم على الفورم او الشكل اللي هنصممه. الجزئيه الثانيه بنتكلم على الريبورتس والكويريز اللي هنظبطها وهنصممها. الجزئيه الثالثه هي الداتابيز اللي هنعمل له تطبيق بناء على الانتيتي موديل بالريليشن شيب اللي كنا عملناه في الاول. يبقى according to client flavor and improvements we will design the following، طبقا للكلاينت فليفر او رغبة العميل او مذاقه الشخصي في شكل الانترفيس اللي هو عايزه والتعديلات اللي احنا عملناها في التصميم، هنعمل تصميم الفورمز الريبورتس الكويريز والداتابيز.